النهارده المحكمه يعني نظرت هذه الست اشكالات وقررت التاجيل لجلسه 23/4 لورود اصل الصحيفه منفذه، لانه الاعلانات الواضح انهم محضرين يعني تاخروا في عمليه الاعلان لضيق الوقت فلم تتمكن من تنفيذ الاعلانات في الوقت القانوني. الاشكال اللي في التنفيذ اللي هو مقام حاليا ده بيعرقل عمليه التنفيذ وفقا لقانون المرافعات، واصبح النهارده الامر يعني لابد ان ننتظر حتى 23/4. فاذا ما صدر حكم برفض الاشكالات اصبح الامر يعني في حوزه السيد وزير الشباب والرياضه، واصبح هو المنوط به تنفيذ حكم قرار القرار اصدار القرار بتنفيذ حكم المحكمه بحل اتحاد كره القدم. الامر فيما يتعلق بالنواحي الدوليه، وان كنت انا غير مقتنع بهذا الكلام، لكن انا خليني برضو هضع الامور في نصابها، واحنا اي مواطن مصري هو حريص على بلده. إذا كان هذا الأمر هيتعلق بمشكلة لممارسة الرياضة في مصر سنعيد النظر في هذا الأمر، سنعيد النظر، بس ده مشروط بإيه؟ إنه الدولة المصرية في قمة هرمها، إذا أوكل الأمر للسيد وزير الشباب والرياضة من قبل الدولة المصرية وبرهن لنا على إنه هذا الكلام فعلا بيمثل ضرر أو خطر محتمل على مصر، في الحالة دي هنتوقف، مش يعني هنرجئ تنفيذ هذا الحكم الى ان يصدر القانون الرياضي الجديد. في الحاله دي نقدر يعني نرجئ تنفيذ هذا الحكم تاني عشان يبقى الكلام واضح، في حاله ان هناك ضرر محتمل وان الدوله المصريه في قمه هرمها تواصلت معنا لتوضيح هذه الرؤيه. الشكل لسه ما اكتملش، ان في لسه في اعلانات ما تمتش، وبالتالي لسه عرايد الدعوه مش قدام المحكمه فاتأجلت لورود الإعلانات. والله الأستاذ عمر أخ وصديق وله مطلق الحرية في اللي هو يقوله، ولكن طالما في قضية الإشكال ده قضية، وطالما في قضية قدام المحكمة يبقى أنا ما أقولش هيحصل فيها إيه، لسه المحكمة وشأنها وفقا للمستندات المقدمة ووفقا للأسانيد والدفاع القانونية، إنما طالما إن أنا أخد قرار يبقى أنا أصبحت أنا المحكمة اللي بحكم، وأنا ما بحكمش، أنا ببذل مجهود وبقدم كل المستندات اللي شايف إن هي من وجهة نظر القانونيين، وفي النهاية القول الفصل للمحكمة. إذا صدر حكم بوقف التنفيذ يبقى خلاص المجلس مكمل وفي طعن قدام الإدارية العليا، إذا اترفض لسه في طعن قدام الإدارية العليا، احنا شغالين فيه اللي هو الطعن الموضوعي، لأن قلت قبل كده مرارا وتكرارا أن الحكم صدر في الشق المستعجل بالنسبة للقضية ببطلان انعقاد الجمعية العمومية، ولكن احنا قدام معضلة قانونية بالنسبة للقانون المصري وبالنسبة للوائح الاتحاد الدولي الفيفا، لأن الفيفا أشرفت على الانتخابات وما فيش أي عوار في العملية الانتخابية من ناحية الاتحاد الدولي، وبالإضافة إلى أن اي مرحله هتجرى فيها انتخابات في ظل القانون القديم هيبقى فيه مشاكل، فاحنا بننتظر حتى القانون الجديد ان يصدر من مجلس النواب عشان يعالج المشاكل القانونيه اللي هي موجوده في القانون القديم. لوائح الاتحاد الدولي في الماده 13 و17 من لائحه الانضباط كمان وفي لائحه الاتحاد الدولي ان تدخل طرف ثالث اللي هو تدخل حكومي او صدور احكام قضائيه ممكن يوقع عقوبات تصل الى حد ايقاف النشاط، فطبعا في مشكله طبعا مع الاتحاد الدولي، لان الناس بتفرق ما بين يقول لك ايه هو انا مش من حق الجا للقضاء، لا الجا للقضاء بس في امور معينه مش موضوع الانتخابات، لان الاتحاد المصري له لائحه يعني فيها الاتحاد الوحيد اللي له لجنه انتخابيه منتخبه من الجمعيه العموميه ولجنه طعون انتخابيه، بخلاف ان الوزاره لم تشرف على الانتخابات ولم تتدخل في العمليه الانتخابيه عشان ما يبقاش تدخل حكومي.